بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الأخبار؟ معكم أخوكم بدر مستر فيفا اس اي. اليوم بتكلم عن البطولة، بطولتي إن شاء الله اللي بتكون أونلاين. كنت موقت إن شاء الله بعد الاختبارات، لكن ممكن أجلها 5 أيام أو 10 أيام زيادة. السبب إن شاء الله بروح الشرقية، أروح البطولة من تنظيم جوي كيد، أعتقد النطق كذا، ما أنا متأكد إذا كان نطق صحيح ولا لا، إذا كان غلط فأنا أعتذر. مجموعة شباب مسوين ينظمون بطولات بشكل دوري، عندهم الموقع وتويتر والفيسبوك والإيميل، جميع التفاصيل تلقاها في الديسكريبشن أو تلقاها في نهاية الفيديو. عندهم بطولة إن شاء الله الفيفا بعد اختبارات مباشرة، وهي أول بطولة راح تبدأ، راح تكون فقط للبلاي ستيشن. العدد المطلوب للاعبين 512. طبعا جوائز البطولة بتكون تقريبا مقدرة بحول 8000 ريال، بقيمة 8000 ريال. طبعا فيفا جائزة المركز الأول انه يسلم علي. عموما البطولة بتكون زي ما قلت على بلاي ستيشن، 512 لاعب بكون متواجد ان شاء الله، وراح اكون هناك. البث المباشر بيكون على قناتي او على قناة جوي كيد، ماني متأكد، بننسق بينهم. طب على فكرة ترى انا قاعد اتكلم عنهم وانا والله العظيم اني ما اخذ ولا ريال، انا فقط اني حبيت ادعمهم لانهم مجموعة شباب شغلهم ما شاء الله تبارك الله رائع جدا جدا جدا. بحط لك مقاطع في الديسكريبشن، البطولات عندهم سابقة الهيلو، بطولة برضو الفيفا، بس ابيك تدخل تشوف التنظيم، شوف كيف الطريقة، شوف كيف عرض الساوند سيستم موجود، البروجكترات موجودة، التلفزيونات موجودة، الترتيب، شوف الترتيب بس كيف، والله شغل ما شاء الله تبارك الله احترافي، أعجبني جدا، وعشان كذا أنا حاب أدعمهم بدون مقابل طبعا وبدون شيء، فقط اللي أنا شفته أبيكم أنتم تشوفونه. يعني اللي الشيء هذا فاقدينه إحنا العرب صراحة، اللي هو تنظيم البطولات بالشكل هذا. فإذا كنت راعي بطولات وإذا كنت راعي أو كنت حاب تشارك حتى، تقدر تشارك البطولة زي ما قلت، ما راح تكون أونلاين، بتكون فقط في الدمام أو في الخبر ماني متأكد. زي ما قلت لك تلقى كامل التفاصيل تحت، وتقدر برضو تدخل على موقعهم وتشيك متى الحضور ومتى الانصراف وكيف التسجيل. وعلى فكرة ترى في بطولة كول أوف ديوتي وبطولة تيكن تاج، أعتقد شيء زي كذا، ما أعرف الألعاب الثانية، لكن مجموع البطولات 4 بطولات تقريبا، وكلها بتكون خلال ويكند. يعطيكم العافية يا شباب، ادعموا الشباب تراهم يستاهلون، مشكورين، ونراكم على خير إن شاء الله.